شيئا فشيئا تستعيد مدينة سيليانا عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم هدوءها بعد أن عكر صفوه مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على والي الولاية بعد رفضه الاستماع لمطالب السكان كما يقولون. توصلت الحكومة ونقابة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف الإضراب العام، لكن شيئا ما يزال في نفوس الساكنة. الشعب يضرب ضد الغاز ولا يضرب بالحجر، فهمت؟ وبدت الملاحقة من حي الحي ومن نهج النهج، ويستفزوا فينا ويضربوا فينا بالكرتوش وبالغاز وأنواع الأسلحة. بعد الانتفاضة اللي قاموا بها أهلنا في سليانة، اليوم أهلنا في سليانة يعطيونا رسالة أخرى، اللي هما ناس حضاريين. وهكا نشوف اليوم لا، الناس اليوم خرجت للشوارع كما احتاجت، اليوم خرجت هي من تنظف الشوارع. تعويض الوالي بالمعتمد الأول حقق جزءا من مطالب أهالي سليانة، وإن لم تتم إقالته بشكل رسمي إلى أن ينتهي التحقيق، إلا أنه أعطى للمحتجين دافعا لوقف نشاطاتهم الاحتجاجية، خصوصا بعد ظهور أبعاد سياسية للحادث دفعت بالرئيس التونسي إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة كفاءات مصغرة لتلبية مطالب المواطنين. أما سكان سليانة فيتهمون قوات الأمن بالإفراط في استعمال القوة واستفزاز الأهالي. ما عملت حتى حكايه، ضربوني بالرش في عيني، عندي كعبتين في عيني مازالوا ما تنحوش، عندي كعبتين رش في عيني وعندي كعبه في خشمي في الزرق. تسمع في، ما عملت حتى حكايه، ما فهمتش علاش انا ضربوني. فحملات التنظيف الطوعيه التي دشنها السكان في اول يوم من ايام الهدوء اظهرت الوسائل التي جابهت بها عناصر الامن احتجاجات السكان، فيما اتصلنا بالوالي ونائبه للتعليق على اتهامات الاهالي فرفضوا التعليق. بعد 5 أيام من المواجهات التي كانت هذه الساحة أمام ولاية سليانة مسرح لها، بدأ المواطنون في هذه الولاية بتنظيف آثار الفوضى التي كانت البلاد مسرح لها خلال الأيام الماضية. ومن بين الأمور التي وجدوها والتي يعتبرونها دلائل على تدخل أمني مبالغ فيه، قنابل مسيلة للدموع بالإضافة إلى ما يسمونه هنا محليا بالرش، والذي أدى إلى إصابات مباشرة في أعين المتظاهرين. وجدوا أيضا رصاصا حيا، وهذه اتهامات مباشرة لقوات الأمن بأنها استعملت الرصاص الحي بالإضافة إلى رصاص مطاطي. يونس أيت ياسين، سكاي نيوز عربية من ولاية سليانة.